طبعا الدوري المصري اصبح اكثر سخونه بكثير في الفتره البسيطه جدا اللي فاتت، وطبعا يعني كر وفر وسباق ما بين الاهلي والزمالك، والاهلي حاليا هو المتصدر الدوري بعدد النقاط، ولكن اكيد اي تعادل او خساره هتقرب الزمالك من اللقب والعكس صحيح. الى اي درجه كابتن ماهر التفصيله دي او الواقع ده بيشكل ضغط على كل اللعيبه، فكره ان انت ما ينفعش لاي سبب وتحت اي اعتبار ان انت حتى تتعادل ناهيك عن الخساره، بتشكل ضغط كبير على اللعيبه. اكيد هم الله يكون في عونهم بصراحه، يعني انت عارف لعيبه النادي الاهلي على طول عايشه تحت ضغط طبعا، لانه يعني ما عندناش غير البطوله، يعني احنا طول عمرنا الحمد لله اجيال بتورث اجيال طبعا. الضغط ده موجود من زمان وموجود بقى كمان على مجلس الاداره وبقى على الجهاز الفني واللاعبين وحتى جماهير النادي الاهلي، فبقيت المطالبه خلاص لازم البطوله، وزي ما اتكلمنا قلنا البطوله المفضله بالنسبه لنا الدوري العام. لكن عايز اقول لك يا كريم، لعيبه النادي الاهلي يعني عارفه مصيرها، عارفه طريقها، وانا بحييهم بصراحه، يعني لان اللعيبه دي بتعاني بشكل كبير جدا سنتين ورا بعض دخول في بطولات ودوري وافريقيا فده بيبقى عبء كبير جدا على لعيبه النادي الاهلي. وفترات احنا شفنا النجوم كمان يعني المؤثرين بنون مثلا واضح عليه اجهاد، وبعدين فيروس كورونا طبعا بدر بنون ربنا بالظبط قفشه واضح عليه الاجهاد بشكل كبير، شريف حتى الهداف يعني لا، ومحمود متولي اصابه جديده ويعني اصابه متولي، وبعض معلول كمان برضك من اللعيبه المجهده بشكل كبير جدا. فعايز اقول لعيبه النادي الاهلي يعني هم اللعيبه الوحيدين اللي محطوطين تحت هذا الضغط، لكن طبعا شخصيتهم وشخصيه البطل ودوافعهم بتطغى على حاجات كتيره جدا، يعني بيحافظوا على نفسهم بشكل كبير، تدريباتهم منتظمه، التغذيه الحمد لله يعني برضك موجوده بشكل جيد، دي كلها مساعدات بتساعد اللعيبه ان تكمل المشوار. مع الجانب النفسي بقى والاستشفاء اللي بيتعمل في هذه المنظومه، يعني شغل كريم، شغل كبير جدا وشغل صعب، شغل مضغوط. اداره النادي والكابتن محمود الخطيب ومساندته بشكل كبير جدا مع اللعيبه، وجوده في التدريبات، وجوده في المعسكرات، في السفريات، كل ده بيدي دافع، بيدي ثقه للعيبه النادي الاهلي. يعني المنظومه تقدر تكون مكتمله، كل الناس داخله فيها بشكل احترافي. وعايز اقول لك ان الدوري السنه دي دوري صعب جدا، محدش قادر يتنبا صحيح. صراحه طبعا بنحيي نادي الزمالك طبع. بعد فتره التوقف اللي فاتت عمل مباراة كبيرة جدا مع المحلة وكسب ثلاث أهداف. الشوط الأولاني كان من الأشواط الجميلة اللي عملها نادي الزمالك، طبعا لما ضمن النتيجة خلاص الشوط بعد في أريحية في أريحية. لكن عايز أقول لك صراع جميل، أول مرة نحس بصراع قوي بين الأهلي والزمالك. لحد دلوقتي إحنا مش عارفين مين ممكن يكون صحيح. أقرب للبطولة، لكن إحنا عندنا ثقة في الله وفي لعبتنا إن النادي الأهلي إن شاء الله لما بيرجع يركب قمة الدوري يعني وده باين دلوقتي يعني اول الجدول، خلاص الناس كلها بتبدا تطمن. النادي الاهلي راح للمكان المناسب بالنسبه له اللي هو بيحبه المفضل له، ومن خلاله بقى يبدا ينطلق في جميع المواردات.